المركز الاستقبالي هذا في بلجيكا التقت شيمن من طوغو ورقية من غينيا، هربتا من بلديهما لتجنب الزواج القسري. بالنسبة لهما الحصول على اللجوء في أوروبا مسألة حياة أو موت. رقية لم تكن تعرف بعد أن طلبها سيقبل بعد أيام قليلة. عندما توفي والدي كنت متزوجة من صديق والدي لأنه كان في غاية الثراء، لديه الكثير من المال، باعوني لهذا الرجل، كنت زوجته الثالثة. أجريت لي عملية الختان أول مرة حين كنت طفلة، المرة الثانية حينما بلغت 12 من العمر، وحين أرادوا إعادة ختاني للمرة الثالثة قلت لهم لا، الآن أعرف الأثر الضار لختان الإناث. هذا الرجل بدأ يضربني، يعذبني حتى لممارسة الحب معه لأنني لم أكن أرغب به. كان يضربني في بلدي، حياتي في خطر لأنني عصيت أسرتي. لدي ابن عمره 2 سنة و3 أشهر، إذن من الصعب العودة إلى بلدي لأن والده هناك ويريد أن يأخذه مني وأنا لا أريد، لأن حياته ستكون في خطر إذا عاد إلى البلاد. لأن والده؟ لأنه يريد أن يتزوجني بعد أن اغتصبني. التحدث إلينا علنا سيعرضهما إلى خطر كبير، لكن بالنسبة لهما لابد من الحديث لوضع حد لهذه الممارسات، كما في هذه المسرحية التي قدمت في يوم مخصص لهذه الظاهرة في مدينة ليج. بلجيكا واحدة من الدول القليلة التي تجرم الزواج القسري. مع هذا من الصعب القضاء على هذه الظاهرة، تقول منسقة منصة ليج الخاصة بالزواج القسري والعنف المرتبط بالشرف. لدي عدد قليل جدا من الضحايا التي تقدمت بشكوى، ولا نتوقع شيئا من القانون. لا توجد أرقام عن الزواج القسري والعنف المتعلق بالشرف لعدم رغبتهم بتقديم دعوى، خوفا من الحاق الأذى بعوائلهم، من تعريضهم لعقوبة السجن، من مسؤولية الانهيار المالي لأسرهم. لنتوجه الآن إلى بروكسل. بسبب ضغوط عائلية سنطلق على هذه السيدة اسم أمينة، سيدة وافقت على زواج قسري من شخص غريب جاء من المغرب، لأنها مواطنة بلجيكية حصل هو أيضا على إقامة في أوروبا، كان ذلك قبل 20 عاما. تمكنت من الطلاق بعد سنوات من الإجراءات. الآثار المترتبة تستمر لفترة طويلة جداً، تستمر لأنه غادر. هذا السيد كانت عليه التزامات مالية، اسمه كان على باب الدار وواصلت دفع هذه القروض، وأخيراً واجهت الكثير من المشاكل. هل تزوجت من رجل آخر فيما بعد؟ كلا، لم أتزوج مرة أخرى، هذا واضح. أعتقد أن الزواج هو زواج. حتى لو تزوج الناس مرتين أو 3 مرات، الأمر لم يعد كالسابق. قصص كهذه هالين بالمراح تسمعها يومياً. تترأس إحدى الجمعيات التي تعنى بشؤون ضحايا الزواج القسري أو المدبر. في أغلب الأحيان لا تعرف إلى أين تتوجه. لسوء الحظ معظم الذين يتصلون بنا أحياناً بعد فوات الأوان، أي بعد أن تم الزواج. على الورق هناك أشياء كثيرة، لكن في الواقع لا توجد أشياء متاحة للضحايا، لا شيء للأسف، لا شيء على الإطلاق. أحياناً الشخص المعني لا يعرف أين يمكن أن يحصل على المعلومات. مع ذلك المتخصصون من مختلف القطاعات يحاولون التنظيم فيما بينهم. أن سوفي فالوت مفتشة في شرطة بروكسل، إنها مدعوة بانتظام من قبل الجمعيات عند تعرض ضحايا الزواج القسري لحالات طارئة. سأحاول أن أرى إن كنت أستطيع رؤية الضحية، لأنها لا تريد أن تترك رقم هاتفها، لا شيء على الإطلاق، وإنها ليست على ما يرام. قمنا ببعض الأبحاث فوجدنا أنه كانت هناك شكاوى سابقاً.
إنها بحاجة إلى متابعة نفسية. لا نستطيع أن نرى الضحايا خاصة على مستوى الشرطة إلا من خلال العنف الأسري. في كثير من الأحيان ندرك أن الأمر يتعلق بالزواج القسري في نهاية المطاف. هذا يعني أنها النتائج المترتبة عنه، النتائج هي بمثابة الاغتصاب، اغتصاب يتكرر. نرى العنف، عنف خطير، وأخيراً حين تجد الفتاة أنها عاجزة عن القيام بشيء، وأنها لم تعد تحتمل، وأنها مسألة حياة أو موت، تلجأ للشرطة طلباً للمساعدة. جمعية صوت المرأة وحوالي 15 جمعية أخرى في بروكسل اجتمعت وأصبحت شبكة لتنسيق وتطوير أعمالها. إنها وضعت رقم هاتف للطوارئ لضحايا الزواج القسري، وتعمل الجمعية أيضاً على زيادة الوعي بين المهنيين والسكان، خاصة في المجتمعات الأكثر تضرراً. في بلجيكا بموجب القانون الزواج يتطلب الموافقة، ينبغي الموافقة. بلجيكا هي بلد مرحب في كثير من الأحيان من خلال لم شمل الأسرة والتدفقات الجديدة للهجرة. إذن لا شك أنه حين تصل الفتيات في سن مبكرة جدا بعد سنوات قليلة ستطرح مسألة الزواج، لأن العائلات تأتي مع عدد من القيم برؤية معينة عن وضع الأسرة، لذا فإن هذه الرؤى لا تتغير بين عشية وضحاها. مسألة وقت، لكن لا بد من الوقاية، خاصة بين الشباب الذين قد يتعرضون للزواج القسري، ما أدى في بعض الأحيان إلى مأساة، وتساعد هذه المعلومات على كسر حاجز الصمت أيضاً. أود أن أقول للفتيات يجب التجرؤ على الحديث عن ذلك، يجب طرق أحد الأبواب، باب صديقة أو جارة أو في المدرسة، لا يهم من تكون، لكن يجب التحدث عن هذا.